ناتي الى هيثم مصطفى، الاداء المتميز اليوم من فريق الزمالك قبله ايضا اداء متميز من دريمزي، لكن قله خبره. دريمزي في الشوط الاول كان قريب من التسجيل في اكثر من مره. الزمالك كمان بخبراته رغم نقص المجهود البدني والحراره العاليه كان افضل في شوط المباراه الثاني من الاول تكتيكيا. في البدايه نبارك لهيثم القريب في الاستديو، مبارك لجمهور الزمالك الانتصار، ومبارك لمجلس إدارة الزمالك الانتصار، وللاعبي الزمالك والجهاز الفني. حقيقة قدموا لوحة رائعة من الأداء خصوصا الشوط الثاني بكل سلاسة. لاعبين يعني استفادوا من خبراتهم العالية، زيزو إمكانيات مدعى، كنا بنستمتع بمدرسة الفن والهندسة بأنه في أداء أكثر من رائع، جماعية في الأداء، في مساحات قريبة من بعض، في نسبة استحواذ عالية، في صناعة للفرص بأشكال مختلفة عبر أطراف الملعب في العمق، فبهدوء الزمالك عرف يسير الماتش وعرف يسير البطولة. هذا هو الزمالك، مبروك للكرة المصرية، تأهل الأهلي والزمالك للنهائي إن دل إنما يدل على كعب الكرة المصرية العالي في البطولات الأفريقية عبر المنتخب وعبر الأندية. حقيقة المنتخب فيه تراجع في الفترة الأخيرة، حقيقة فخر نتكلم إجمالا وعموما، إنه حقيقة فخر إنه الكرة المصرية بتقدم أجمل ما عندها عبر منتخبها وعبر أنديتها. شيء يدعو للفخر إنه يكون عندك فريقين بيلعبوا في النهائي الكونفدرالية والأندية الأبطال، فمبروك ليكم ومبروك ده أكيد نتيجة لعمل جماعي، عمل إداري، تنظيم لاعبين، مدارس سنية، مراحل، كثير من الاستراتيجيات البطوضة لأنها بتأسس لكرة قدم حقيقية في سنوات طويلة من الانتصارات. يعني حقيقة اليوم إنه فخر إنه 4 فرق عربية تكون متواجدة في النهائي، فشي يدعو للفخر إنه 3 4 أربعة في النهائيين. أربعة. أنا بقول على هذه البطولة نصف النهائي. أربعة في النهائي. أنت تقول أن البطولتان عربيتان. بالضبط. فتواجد هذه. بمشيئة الله. إن شاء الله. آخر لقب أفريقيا أصلاً غير فرق عربياً هنا. 2017. 2017 مازيم. 2017 مازيم. و16 كان سان داونز في دوري الأبطال. بالضبط. فدي من يعني شيء يدعو للفخر إنك أنت تكون متواجد هنا في الاستوديو وفرقنا العربية في أفريقيا بتقدم هذا الأداء الرائع، بتقدم البطولات لبلادها، الواحد بيحشى منه. كذلك انه نادي سوداني انه يكون مشارك في النهائيات في المستقبل الغريب باذن الله. التاسيس الصح، التنظيم الصح هو اللي بيقود الانديه لانها تتواصل في مسيره الانجاز ومسيره الانتصارات. تمام. حقيقه الكره المصريه شرف وفخر لها انه يكون الاهلي والزمالك عند التلمدعه متواجده في النهائيات الافريقيه.